شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الكاريبي، والذي عقد في مدينة نيويورك. وتم خلال الاجتماع استعراض مسار العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة دول الكاريبي وبحث سبل الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية. بما يعود بالخير والنماء علي الجانبين كما جري خلال الاجتماع مناقشه زياده التنسيق المشترك بين الجانبين في المحافل الدوليه وتبادل الزيارات والخبرات بما يلبي المصالح والاهداف المشتركه للجانبين وتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكره تفاهم للتعاون وخطه العمل المشتركه بين الامانه العامه لمجلس التعاون ورابطه دول الكاريبي ووقعها عن الامانه العامه معالي الاستاذ جاسم محمد البداوي الامين العام بينما وقعها عن رابطه دول الكاريبي سعاده السيد رودولفو سابونج الامين العام لرابطه دول الكاريبي